والبداية مشاهدينا دائما من سوريا ومن محافظة إدلب تحديدا مع الصور المهضومة يلي عم تنتشر بشكل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لاختراع مكيف بداخل إحدى السيارات. الصور يلي انتشرت واللي شايفينها قدامي على الشاشة هي طبعا أثارت تفاعل بشكل كتير كبير تحت عنوان وسيلة تكييف مختلفة بإدلب. بتظهر مثل ما أنا شايفين بالصورة أنبوب طبعا بالصورة داخلية داخل السيارة، تم وضعها بهذا الشكل مع وجود ثلاث فتحات وفتحة خارجية لبرا مثل ما لكم شايفين طالعة من الشباك ليدخل منها الهواء. ولو أنه فيها مشكلة على ما يبدو بأنه صار صعب أنه نحن نسكر الشباك، ولكن بعتقد أنه يعني الشيء الأساسي فيها هو الشباك، لأنه الهواء من منين بده يدخل؟ إجباري بده يدخل من الشباك ويعطيهم تكييف يعني شوي طبيعي ليلاقي هالحل. تفاعل كتير كبير على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة جدا طريفة، وكثير من التعليقات وردت على هالصور اللي حققت انتشار واسع. خلينا نقرأ بعض تعليقات الناس اللي علقت على هالصور. عدنان قال يلي اخترع مكيف السيارة وشاف الصور رح يكب شهادته واختراعه سريعا. بس ولكن الحاجة دائما بقول أم الاختراع. أما أبو وائل فقال والله شيء ظريف بس بده يحط له مصفاية عليها مشان ما يفوت ذباب وحشرات، وهيك بيكون صار عنا مكيف إدلبي. حبيتها هي، ممكن نطلقها تحت هاشتاج مكيف إدلبي. أما حسن فقال هي وسيلة تغبير وليس وسيلة تكييف، يعني ممكن يفوت غبرة. هلأ فيها وجهة نظر، بس نحن مثل ما حكينا إذا واحد بحاجة لشوية هواء بهالشوب فممكن يعمل أي شيء، غبرة مو غبرة المهم في هواء. أما فادي فشوال قال شكله صاحب الاختراع معلم صحية واخترع هالمكيف بيوم الأربعاء الحمصي. أكيد تحية كلها لكل أهلنا الحماصنة أكيد. ولكن كان هالتعليق طريف كتير، بس ما قلكم اختراع ذكي مو غلط.